نروح لاخبار الانديه الاخرى والكابتن خالد جلال المدير الفني الجديد لنادي فاركو وضع خطه للمرحله القادمه بعد توليه تدريب الفريق. وقرر خالد جلال رصد مكافئات خاصه للاعبين يتم صرفها يعني بشكل فوري على تحقيق الفوز على اي منافس في الدوري، وذلك من اجل تحفيز اللاعبين خلال المرحله القادمه. كمان ابلغ خالد جلال اللاعبين بصرف مكافئات خاصه لافضل اللاعبين في الفريق خلال المباريات في الفتره القادمه. واكد كمان خالد جلال خلال جلسته مع لاعبي نادي فاركو ان الفريق يضم مجموعه جيده جدا من اللاعبين قادره على التواجد في مقدمه الدوري الموسم الحالي. يعني بيبدا فاركو مشواره في الدوري بعد توقف الدوري على طول بمواجهه نادي الاسماعيلي يوم الاحد القادم موافق 22 اكتوبر، وهتكون المباراه على استاد اسماعيليه في الجوله الرابعه من دوري نايل. نروح من فاركو نروح للمقاولون العرب، وبيعود الفريق المقاولون العرب لاستئناف في التدريبات بعد انتهاء الاجازه اللي منحها شوقي غريب المدير الفني للاعبين. يعني استغل شوقي غريب فتره توقف الدوري اللي خلق اكيد حاله من الانسجام بين اللاعبين وحل يعني المشكلات الفنيه اللي ظهرت في الفريق، خاصه بعد دخول عدد من العناصر الجديده بعد نهايه موسم الانتقالات الماضي. بيستعد زي ما عارفين مقاولين العرب لمواجهه زد، مباراه تكون يوم الاحد القادم ضمن منافسات الجوله الرابعه من دوري نايل. نروح دلوقتي لفريق طلع الجيش اللي عنده مباراه مهمه جدا وقويه امام المصري يوم الجمعه المقبل باستاد برج العرب في اسكندريه ضمن منافسات الجوله الرابعه ايضا لمسابقه الدوري. كابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلع الجيش يعني درس بشكل كويس فريق المصري عن طريق مشاهده بعض مبارياته بحثا اكيد عن استعاده الانتصارات مجددا في المسابقه المحليه، لكن في ازمه في الفريق لانه هيغيب عن صفوفه عدد من اللاعبين الاصابه زي مصطفى الخواجه وناجي جودوين والتونسي حسام بن محمد.